مرحب بك مرة تانية أخويا وصديقي عمر ربيع ياسين، وبرحب بكل مشاهدي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. ما زلنا متواجدين من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان هيكون معي عضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق النيل. تسمح لي أقول لك الدينامو؟ العفو، كلنا شغل. هبدا معاك بدون تسخين. انا شايف ان في ضغوطات وورش ويمكن اجتماعات كتيره جدا عشان توصلوا لنتيجه نهائيه لشكل اللائحه. طمنا النهارده كان ايه الابرز الاختلافات والنقاش ووصلنا لايه؟ لا، هو استمرار لورش العمل اللي شغاله بقى لها فتره، مش ورش بقى اللي هي كانت منعقده الايام الماضيه اللي هي متعلقه بالتفاعل مع الاعضاء ومع المفكرين وخلافه. لا، الورش بقى لاعداد اللائحه في صيغتها النهائيه. امبارح بالليل لغايه ما يقرب من منتصف الليل كان في لجنه شغاله اللي فيها القانونيين، بعد لقاء اللجنه الاولمبيه القانونيين واساتذه القانون والفقهاء من اعضاء النادي الكبار بالاشتراك مع لجنه اللائحه اللي هم اللجنه الكامله المصوغ المخول ليها الاعداد النهائي ومراجعه كل بنود اللائحه مره ثانيه. النهارده كان في اللجنه المركزيه للائحه كانت منعقده برضو، اللي هي برضو المراحل الاخيره اللي هي الخطوات بقى بتاعه الايام الجايه لغايه يوم 28. كل جلسه بتنعقد بنشوف ايه المفترض نبدا فيه استكمالا لخارطه الطريق المتعلقه باللائحه. بعد اللجنه المركزيه مباشره حصل ان في اجتماع شغال كان بدا بالتزامن معاها، يعني الاجتماع شغال اللي هو فيه اساتذه القانون المستشارين المتعلق بيهم اللائحه مع لجنه اللائحه اللي هي فيها المستشار محمود فهمي والاستاذ العمري فاروق والاستاذ ابراهيم كفراوي والاستاذ محمد الجرحي وانا، واللجنه القانونيه موجود المستشار علاء قنديل والمستشار اسامه قنديل والمستشار محمود فهمي. يعني ورش عمل شغاله بتفرج على الدور ده كامل كده، خليه نحل شغاله من امبارح. في نفس الوقت منعقد مجلس الاداره اللي هو الانعقاد فيه بنود كتيره وفي جدول اعمال بالاضافه الى اعتماد البنود اللي تم تغييرها في اللائحه. فالحمد لله كلنا النادي كله على قدم وساق، ما غفلش مجهود حد خالص في النادي، يعني من اول العاملين بالنادي اللي سهرانين معانا يعني. فان شاء الله يطلع حاجه طليق بالنادي الاهلي وبالجمعيه الاميه ونكمل بقيه المشوار خلال الايام الجايه ان شاء الله، بحيث انه قريب جدا في خلال ايام تبقى اللائحه في صيغتها النهائيه في الغلاف النهائي بتاعها بقى والصيغه النهائيه اللي هي طليق بنادي القرن، اللي ان شاء الله نحشد بعضنا كلنا ان ده يبقى يوم النادي الاهلي يوم 28 يبقى فيه لائحه موجوده وضعها ابناء النادي الاهلي طليق بمستقبل النادي الاهلي وتسطر تاريخه. لكن عاوز اتكلم معاك على كم من نقاش من اعضاء الجمعيه العموميه بشكل عام، طرحتوا الموضوع بشكل ديمقراطي وده كلنا لمسناه. عاوز اشوف رده الفعل بقى من الناس كلها، شفتوا ولاحظتوا حاجات واخدتوا يعني بعين الاعتبار بعض النقاط؟ احنا جالنا ما يزيد عن 3000 مقترح لغايه دلوقتي، من ضمن حاجات لسه بيدون يعني لغايه امبارح كان المقترحات عماله تيجي. اكثر من 3000 مقترح تم التفاعل مع الاعضاء فيها. بكرر تاني ان هو انا قلت قبل كده ان هو كان قدامنا خيارين كمجلس اداره، اما المقترحات اول باول نبص عليها وتعدل وتعتمد في المجلس وتعلن للناس، او نستنى على جميع المقترحات في الاخر. اخترنا الطريق الاصعب اللي هو الاولين، بحيث يبقى في الجمعيه اليوميه يبقى في قدر في الشفافيه متعامل معها وتحفيز اعضاء الجمعيه اليوميه ان هو المجال مفتوح اللي هيدلي بدلو في حاجه تفيد النادي الاهلي وتفيد الجمعيه اليوميه وتتلائم وتتوافق مع القانون ومع التشريعات الدوليه والميثاق الاولمبي، مرحبا بيها ونعدلها فورا. لائحة مجلس إدارة النادي الأهلي هتخرج للنور امتى؟ ان شاء الله في خلال ايام هتبقى في ثوبها النهائي بقى، يعني ان شاء الله في خلال ايام ان شاء الله. سيبك تكمل شغل ان شاء الله. شكرا ليك، ربنا يخليك.